بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض من امبارح بالليل كنت عايز اقول لك انك خلاص بقيتي كويسه بس نادي هانم كانت نايمه قلت تصحي الصبح تلاقيها في حضنك احسن ما في الا لك شو عم تحس روحي رجعت لي افهم زي ما كل الناس فهمت انها مش شايفاك زي ما انت شايفها ولا فاكر ايامك اللي فات عليها عمر بحاله وإلا ما كانتش راحت اترمت في حضن الراجل اللي بتروح له راجل؟ عاشقها اللي بتقفل المحل كل يوم أربع وتروح له وترجع من عنده مورده ومزهزهة بس بتمنى عليك أنت ورايح على القاهرة على شغلك الجديد ما تنسينا أنا ونادية هون هذا ده مجرد كلام ده لسه حتى مفيش عرض رسمي أنا أصلا مش عارف لو عايز أرجع القاهرة أو لا خذ القرار اللي بيريحك بس ما تنسى تخبرنا عنه لحضر حالي للتغيير الجديد حضرتك عايز تتجوز مين بالظبط؟ واحدة طيبة كانت شغالة في الأوتيل في قسم ترتيب الغرف إنما صدقيني يا نبيلة ليه؟ ليه توصل لكده ليه؟ لو مصمم تتجوز أنا متأكدة إن في ألف واحدة تتمناك إنما واحدة مننا زينا مش خدامة تلاقيك تقوم حضرتك تصدق وتجري وراها وتوصل معاها للجواز عم فكر كمان جيب كم غرض للأوضة بدي رتبها لتصير أوضة نادية لأنه طانت كانت عم بتقلي ونحن هونيك إنه لازم نادية تبلش تنام لحالها تهيلي لسه شوية أنا قصدي نادية لسه صغيرة ما تستعجليش تفصليها عنك في فرق بين اللي عايزين نعمله واللي المفروض نعمله
المشكلة لما يبقوا الاثنين صعبين، لا انت عارف تطول اللي انت عايزه فترتاح، او تقبل اللي المفروض فترضى فتفضل تحاول. الكلام ده عظيم يا فريد، احنا لازم نحاول. احنا مين؟ كل حد فينا شايل هم وفي اللي مكفي، بلاش بقى نزود همومنا على الناس. أنا كمان ساعات كتير بفكر كده، بس عايز ألحق. مهما كانت الحاجات دي مهمة أو صغيرة أو تافهة، لما بنحكيها لحد بنرتاح. بس كنتي لما بتشاركيها مع الورق بترتاحي، فما بالك لما بتشاركيها مع إنسان فاهم ومهتم يسمعك. حياتك حتى بالفجيرات. حاضر. طب سيبي الاطباق دي على جنب واطلعي نامي، انت لسه قايمه من عارف. حاضر، بس يمكن كرمال هيك حاسه انه بدي اعمل كل شيء بنفس الوقت. الايام اللي جايه كتير، بس جسمك محتاج يرتاح. اخدتي الدواء؟ ايه ما تقلق. شفت شو صار مع نبيلة وأنا مريضة؟ إيه؟ تتخيل إجاها عريس ووافقت عليه؟ والله؟ يعني أنا ما عم صدق إنه نبيلة أخيراً وافقت على حدا. بتعرف شو أحسن شي بالتعب اللي حصل لي؟ معقول في حاجة كويسة في التعب؟ آه، حاجتين. أول شي حسيت إنه التعب قربنا لبعض. شفتك كيف كنت عم تهتم فيي طول الوقت، بالرغم من الزعل اللي صار بيناتنا قبل، بس حسيتك عم تهتم فيي مش بس لأنك دكتور. أكيد أنا فعلاً كنت خايف وقلقان عليك. وتاني شي إنه نادية تعودت تنام بعيد عني، على قدر ما قلبي بيوجعني إنه مش عم بسمعها عم تتنفس وهي نايمة، على قدر ما بعرف انه هيدا الشيء احسن لإله ولإلي، وصار من غير ما نقصد. عندك حق، مش كل التعب وحش. طيب انا هلكت، رح فوت نام ونحكي بكره. تصبح على خير. وانت من اهل.
أنا مش بس مضايقني إنه فكر يتجوز في السن ده ومن غير ما يفكر أنا هيبقى شكلي إيه وهو بيتجوز، بس كمان اختياره للست اللي بيتجوزها دي خدامة. الرجال الكبار مثل الأولاد الصغار، إذا بتضلك معصبة رح يضلوا معند، بس إذا صلحتي وبكيتي شوي واندللتي شوي صدقيني رح يغير رأيه. ما هو لازم يعرف إن أنا متضايقة، ومتضايقة قوي كمان. مش كفاية إنه فكر يجيب واحدة تاخد مكان ماما؟ إيه ضلك هيك عم بتتخانقي معه وعم بتبعدي عنه وهيديك الست عم بتقرب منه شوي شوي، خليكي ذكية. هو أنت حسيتي بإيه لما مامتك اتجوزت؟ حسيت كأنه حدا سرقة مني، مع أنه عمو جميل كتير منيح، بس أنا بوقتها ما كان فيه أقول شو عم بحس. أنا ما بتذكر بي غير بالتخت، من أول ما وعيت على هالدنة وهو مريض وهي عم تهتم فيه لحد ما مات. وهي مثل بيك ما قدرت تضل لحالها لأنه كانت بعدها صغيرة، أنا كمان كنت بعدها صغيرة، لهيك ما كان فيي أقول أني مش موافقة، بس أنت فيك تقولي، فيك تعملي كمان. اسفه اني قطعتك، انا سمحت لنفسي اجيب لحضرتك فطار. شكرا جدا. عامله ايه؟ انا كويسه. مدام عايده عامله ايه دلوقتي؟ احسن الحمد لله. ونادي لو اقول لك وحشتني قد ايه؟ لو وحشاكي كتير كده انا ممكن اجيبها لك مخصوص. يا ريت. هديه صغيره عشان نشكرك. مش كفايه الفلوس اللي حضرتك اديتهاني؟ ده كده كتير قوي عليا. الفلوس دي حقك، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده. طب لازمتها ايه بقى الهديه؟ الحكايه مش شغل بس، انت وقفت معانا بظروف صعبه فهونتيها علينا. ده كلام اكبر من اللي انا استاهله. ايه ده؟ الله، ده حلو قوي. صدقيني تستاهلي اكتر من كده. وبعدين حضرتك وقفت جنبي اكتر من مره وانت حتى ما تعرفنيش، انا مهما عملت عمري ما هعرف ارد لك الجمايل دي كلها. مفيش جمايل ولا حاجه، اي حد مكاني كان هيعمل كده. لو زي ما قلت في الاول ان انا ما كنتش عارفك، بس انا دلوقتي عارف انت جايه على البلد ليه. جايز الموضوع ما كنتش المفروض اعرفه، بس ده حصل صدفه. جليلة هي اللي حكت لي، كانت قلقانة عليكي. ما تزعليش منها. بصراحة أنا اللي شايفه إن أنت مش مطمنة وخايفة. إحنا ممكن نروح للقسم نعمل اللازم اللي يطمنك عشان مفيش حد يزعجك. أنا مش عايزة حاجة ترجعني للي فات. من يوم ما جيت هنا وأنا بديت صفحة جديدة. لا بحاول أفتكر الماضي ولا أتكلم فيه. أنا متشكرة خالص. مش محتاجة تشكريني عشان تغيري الموضوع. لا أبداً، أصله جاي في وقته، الدنيا بردت فعلاً. المهم يكون عاجبك. أنا لما لقيت إن الشال التاني في البيت قلت ذوقي مش عاجبك. لا والله ما القصد، التاني ده كان بتاع حضرتك وكنت لازم أرجعه. إنما أنا عندي حاجة بتاعت حضرتك أنا مش عارفة إزاي لحد دلوقتي أنا لسه ما رجعتهاش. أنا آسفة، أنا لازم أروح أشوف الترابيزة اللي هناك، أصل مدام صوفيا مش موجودة وأنا اللي شايلة كل حاجة لوحدي. عن إذنك.
دول كان اخر ركاب على مركب ايطاليا، يمكن الاسبوع الجاي. هل تتلاقى الأرواح المعذبة؟ هل توجد لغة خفية بينهم؟ تجعل صمتهم يحمل من المعاني أكثر مما يحمله الكلام؟ قد تجد نفسك في حديث لا ينقطع مع أحدهم دون أن تنطق بشيء، وأحياناً يتحدث لسانك بسعادة تكذبها روحك، أو تتحدث مع من أمامك بارتياح تدرك أنه يخفي وراءه روحاً تكاد تختنق من فرط الحزن. تستغيث روحك المعذبة بتلك الروح الحزينة، يتسندان سوياً على ضعفهما وهشاشتهما، يستمدان قوتهما من تلاقيهما الذي لا يوجد له سبب أو مبرر غير أنه ثمة لغة تجمع ما بين الأرواح المعذبة. تفضل. شكل جيت عطلتك عن حاجة؟ لا أبدا. تفضل يا دكتور. لا أنا مش جيت ضايف، وبعدين أنت اللي قريب هتبقى ضيف هنا في المستشفى. تقدر تنقل مصر إمتى؟ مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ انا كويس عشان شفتها. لو اقول لك انا اتعلقت بيها قد ايه. وهي كمان اتعلقت فيك. عن جد يا كريمه بدي اتشكرك على كل شيء عملتي. انا لو ينفع اقعد معاها 24 ساعه ما اتاخرش. الحمد لله على السلامه يا عايده. ميرسي. محل بينش كان لسه في ترابيزتين محاسبين وقايمين. مش مهم، حلوه قوي كده. قفلي النهارده بدري، بس انا عديت على السوق وجبت جمبري. تعالوا انتوا الاثنين ورايا على المطبخ، هعمل لكم صينيه جمبري زي ماما كانت بتعملها. ده انا كنت لسه هستأذن حضرتك لو ينفع امشي بدري. يلا. حرام تطبخي بيك فستان رح يتوسخ. وايه يعني؟ حتى لو اتوسخ كان اخر لبسه هيبقى اتوسخ وانا بعمل حاجه بحبها. افتحي يا كريمه. لا مش بنص اليوم ومعي البنت. ميرسي. كريمه. لا انا ما بشربش. اشرب بدلكو. ناوليني بصله. واحنا هنتأخر؟ اصلا انا رايحه اقابل جليله. شم ريحته. ديري بالك. خير خير، كل اللي بيجي من البحر خير.
تعالي يا مريك. حماتك بتحبك. عامله لك جمبري ولا كلتي؟ مش جعانه. كنا معزومين عند قرايبنا، خلصت وقلت لماما ان انا هفوت اشتري شويه حاجات وجيت لك على طول. طمنيني، في اخبار؟ ما رجعش الاسبوع ده. يمكن يرجع الاسبوع الجاي. انا مش قويه زيك يا صوفيا، كل ما الوقت بيعدي بخاف على ناجي اكتر. يا عبيطه بالعكس، كل ما الوقت يعدي المفروض تطمني. لو كان جرى له حاجه كان زمان عرفنا. تسالنيش انا متاكده كده ازاي؟ اعتبري قلب الام. قلبي بيقولي ان هو كويس. متأكد انها مسألة وقت. كل كام شهر بيخرجوا أسرى من سجون الحلفاء باتفاقية من اللي بيعملوا هنينه هيرجع. وهنلاقيه راجع وبيضحك عليا وعليكي وعلى المناحة اللي احنا عاملينها دي. مش عايزة يرجع يلاقيكي نسيتي ازاي تضحكي. مفيش يا كريمان، أنا علي. أنا مش قادر أصدق اللي بسمعه منك ده. أنت يا كريمان تعملي كل ده؟ أعمل؟ أنا اللي عملت يا علي ولا الدنيا اللي عملت فيا أنا وبنتي؟ دنيتك أنت اللي اخترتيها بنفسك وما قررتي تتجوزي إسماعيل. ويومها قلت لك بلاش. لكن أنت ركبتي دماغك واتجوزتيه. وأنت كان عاجبك قوي عشتي مع أبويا؟ قلت لك امشي معايا وسيبيه. لكن أنت كنت عايزة تطلعي من عنده على الأحسن. امشي معاك ازاي وانت اصلا ما كنتش عارف انت رايح على فين؟ وقعدتك في تابوكي حافظت عليكي قوي. ما انت في الاخر رحت لواحد كسر عينك وذلل نفسك. وبعد ما اتجوزتيني وشفت معدنه واذيته بعينك جيت لك تاني. وقلت لك سيب الدنيا كلها وامشي معايا. واخدك انت وبنتك واشيلكم في عيني وعلى كفوف الراحه. رفضتي. لان طول عمرك اللي في دماغك ما حدش يقدر يعرفه. علي أنا فيها اللي مكفيني. أنا قهرتي على بنتي مفيش حد في الدنيا دي كلها حاسس بيها. فلو أنت مش هتساعدني على الأقل ما تلومنيش وتزود هم. اتجننتي يا كريمان؟ طبعًا هساعدك. بس قولي لي إزاي؟ أنا محتاجة فلوس. أنا لقيت حد هيعرف يعمل لي باسبور. بس الفلوس اللي معايا مش مكفية. وكمان محتاجة تمن التذكرة. انت كده بتعرضي لنفسك لخطر اكبر. خطر اهون من الموت اللي انا بموتها كل يوم وانا مش عارفة هي عايشة فين وعاملة ايه. هو انت فاكرة باريس دي حارة ولا حي؟ هتنزلي من المركب هناك وتفتلي الشوارع لحد ما تلاقيها؟ مش مشكلة، حط بس رجلي على المركب ويبقى حلها الف حلها. انا عارفة ان انا بشيلك حمل انت في غنى عنه. خدي دول لحد ما اجيب لك مبلغ اكبر. دول ولا حاجه. امسكي. المهم المبلغ اللي انت محتاجاه له كام؟
أنا محتاجة أتكلم مع حضرتك يا بابا. مالك يا نبيل؟ أنت كويسة؟ ما تقلقش يا بابا. المفروض اللي هقوله لحضرتك ده يكون خبر سعيد. أنا نفسي كان المفروض أبقى سعيدة بيه. لما معلش هو جه في الوقت الغلط. مش حاسة بفرحته أبدا. لوحظ الخطبة جابت لي عريس. شاف صوري وسأل عني. مامته عايزة تيجي تزورنا. بس أنا مرضتش أوافق لحد ما حضرتك تعرف الأول. عشان أنت اللي توافق مش أنا. أنا لو عليا عمري ما هعرف أقول لحد ياخدك مني أبدا. وأنا كمان مش قادرة أخلي أي حد ياخدك مني. بتمنى تكون مفاجأة حلوة. أكيد. مثل كأنه الدنيا خلتنا أمراض. غير ما ننفصل عنها تقرب منك. تعشيت أو بدك حضر لك العشاء؟ تتعبش نفسك؟ لا ما في تعب إلا إذا مستعجل عن نومي. مو فيقتك. بعتذر منك ما كان قصدي. معلش لأن ما صدقت نادجة نامت كرمال ظبط الأغراض. كلهم يومين وكل شيء بيترتب. بالذات أنا لقيت حل لمشكلتنا وكان بدي أحكيك فيها بس تصحى. مشكلة إيه؟ أنه ما في حدا يساعدني بالبيت. وأنت لقيتي بنت جديدة؟ لا مش جديدة. امال هي خيرية رجعت؟ لا بس كنت عم فكر ليش ما منوظف كريمة عنا. يا هيدا كريمة مش شغالة. هي بس جت تنقذ موقف وانت عيانة. بس أنا مش بحاجة لشغالة. أنا أساساً بحب شغل المطبخ. وللتنظيف فيه أجيب وحدة مرة أو مرتين بالجمعة تجي تنظف. أنا بس بدي حدا يقعد مع نادجة ويهتم فيها. مش عارف. مش متأكد إن دي فكرة كويسة. ليش لا؟ لأن إحنا دلوقتي محتاجين نفكر في موضوع النقل لمصر. ولو هننقل مفيش داعي إن إحنا نبتدي حاجة ما نكملهاش. وبعدين مين قال لك إنها هتوافق تسيب شغلها وتعمل كده؟ إذا أمنا لها راتب منيح بتخيل إنها بتقبل. كريمة طيبة ومثل ما بتقولوا عايزة تعيش.
التأخير. تأخرت قوي، قصدي المكان يعني اتملى. معلش ماليش حظ افطر معاكم النهارده. في ترابيزه قربت تخلص واكيد هتطلب الحساب. انا اسف مش حاضر، استنى عندي عمليه ولازمها تحضيرات كتير. طب ممكن تستناني لحظه من فضلك؟ عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده. انت الوجع اللي انا مستحليه، انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك. انا مدمنك، مع اني عارفه انك طريق اخره سراب. لا انا قادره من حبك اخف ولا قد اعراض ولا قد أعراض
الانسحاب.